المهم المشكل ديالنا حنا هي اللي سميتو جلسنا من الخدمه بهذا السبب الجائحه ديال بسبب هذه الجائحه ديال كورونا جلسونا من العمل. المهم ديكلاراونا التعاونيه ديالنا ديكلاراتنا بان راه حنا جالسين بهذا السبب الجائحه. استفدنا شهر مارس ب 1000 درهم ولكن تفاجئنا بان يعني شهر ابريل ومارس وهاد الشهور الاخرين ما استفدناش. كنا يعني النيه ديالنا ما استفدوا الناس فقدوا الشغل ديالهم وجالسين يعني ما بهذا السبب الجائحه يعني ما استفدوا ما والو. وحنا كنتظروا كنوجهوا هذه الرساله لجميع المسؤولين الله يجزيهم بخير. انتظروا هذه الطبقه العامله يعني هاد الناس اللي كيخدموا في هذا الموسم ديال 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 الحواميد يعني راه فاقدين الشغل ديالهم من شهر ثلاثه. يعني استفدنا ب 1000 درهم ولكن باقي مازال هاد الشهور باقيين. حنا كنوجهوا هذه الرساله للمسؤولين الله يجزيهم بخير يستافدوا يعطونا التعويض ديالنا اللي كنتسالوا وسميتو. نعم عندنا 350 عامل تقريبا اللي خدمت هذا العام. كنخدموا حنا ب 500 تقريبا ولكن هذا العام كاين يعني الظروف شويه الحواميد ناقصه ودرنا شي 350 نقصنا الناس اللي سميتو خلينا الناس اللي قدام معنا خدامين. يعني كنخدموا ب 350 يعني 350 عامل وعامله. بالنسبه كاينه واحد النسبه كنجيبوها من اكادير حنا اللي المحطه عندنا في اقليم تارودانت يعني في المنطقه ديال السيد القردان يعني كنجيبوا الناس كانوا خدامين معنا يعني وحولنا المحطه كنجيبوهم بترانسبورت الهواره يعني كيخدموا معنا. وكاينين الناس اللي كاينين في هواره ولكن كلشي الحمد لله حاضرين معنا هنايا راه مساكن ما عندهم راه كاين اللي الله يحسن العوان نازل عليه الكرا يعني الصار يعني اسميتو. كنوجه هذه الرساله الله يجزيكم بخير يعني الله ينصر سيدنا الله ينصرو اللي كان سبب هذا الصندوق ديال جائحه كورونا. يعني بغينا حتى حنا الدعم ديالنا ما يحرموناش الله يجزيهم بخير هاد المسؤولين. كنوجه لهم الرساله ديالنا الله يجزيكم بخير من هذا المنبر وراه كتشوفوا الناس مساكن متضررين. انا نمثل العاملات تاع التعاونيه التلفيف كنخدموا في لومبالاج. حنا ما استفدناش من التعويضات تاع كوفيد. استفدنا في شهر ثلاثه وقعدنا نهار الشهر الاول اللي استفدنا قعدنا من نهار 9 في شهر ثلاثه. وكاينين هنا العاملات اللي خدامين 25 عام كاينين اللي خدامين 16 عام كاينين بزاف 30 عام وكاينين كما كتسمع ها هما خدامين 30 عام. منين جات هذه الجائحه طلبوا منا باننا غادي نجلسوا ولا سينيسيس غادي يعوضونا. تعودنا في شهر ثلاثه ولكن شهر ربعه وشهر خمسه ودابا شهر سته ما تعودناش فيه. واش خدمتوا شهر اربعه وخمسه؟ ما خدمناش. حنا قعدنا من نهار بدات الجائحه منين قال لك خصكم تلتزموا بالبيوت ديالكم قعدنا. وثانيا على حساب ترونسبور حنا كنمشيو من هنا من اكادير كيمشيو اربعه الكيران من هنا من اكادير حتى الهواره. حنا كنخدموا في هواره في السبت القردان. منين كاين ترونسبور وكاين الاكتضاض داكشي علاش قعدنا بسبب جائحه كورونا. وحنا دابا كنطلبوا بالتعويض علاش حنا ما نستافدوش علاش كي غادي نديروا ما غاديش نستافدوا لان حنا جالسين ما كاينش اللي غيدخل علينا. كاينين العيالات هنا الله يحسن العوان كاريين وتلم عليهم الكرا والضو والماء ومصاريف راه هازين عائلات على من حنا غنشكيو. حنا السلطات قال لك غتعوضوا. حنا لا سينيسيس قال لك اللي عنده لا سينيسيس غيتعوض. حنا ما تعوضنا لا في لا سينيسيس ما عندنا ما تعوضنا لا في الراميد ما تعوضنا في حتى شي حاجه. حنا عاش الملك هو اللي عطى هذا القرار. حنا كنطلبوا بحقنا الا عندنا شي حق كنطلبوا به. عندنا الحق كنطلبوا به. واش حنايا ما نتعوضوا لا في لا سينيسيس لا في الراميد لا في شي حاجه اخرى؟ شكون اللي غيهز هاد العائلات باش غيخلصوا هاد الكرا؟ المخيره هنايا كيتسالى 3 شهور تاع الكرا بلا الضو بلا الماء باش غادي نعيشوا؟ حنا ما كنعطيوش ما كنتهموش ولا كنصيفطوا التهم للاداره او لا شي واحد. حنا كناشدوا السلطات اللي قالوا لنا جلسوا وغادي نتعوض غادي تعوضوا ولكن حنا ما شفناش التعويض. راه صبرنا التعيين حتى تلقوا هاد الشيء. راه 3 شهور عباد الله وحنا قاعدين واش غنخرجوا نطلبوا؟ راه اللي محتاج ما يرضاش بانه يدفع يديه ويطلب. حنا بغينا حل خصهم يشوفوا من حل هاد العيالات. ها هما راه كل شيء راه النسبه تاع العيالات اكثر من الرجال
راه حنا عاملات، راه قلت لك كاينه اللي ضربه 30 عام 25 عام 16 عام. وكاينه اللي عندها اليتامى، كاينه اللي كاريه، كاينه بزاف. ها هما الاخرين عاود ثاني جاوا من هواره. 8 الشهور اللي عندنا. يلا. والله يجازيكم بخير، عاش الملك، عاش الملك، شوفوا لنا شي حل. ديال العمال شهر ثلاثة عوضونا، عطاونا 100,000 فرنك. بس حبسونا من العمل. تحبسنا من العمل على جائحة كورونا. وين شهر أربعة وخمسة ما تعوضنا، وهذا شهر ستة وحنا ناس الله يحسن العون ما عندنا شيء، ما عندنا حتى شي حاجة. كاينين هنا العيالات اللي خدامات على ولادهم وعلى أماتهم والكري والضو والماء، والناس الله يحسن العون متوقفين، وحنا دريكا رانا هذا اسمه هو هذه الرسالة موجهينها للسلطة كاملة المغربية وصاحب الجلالة الله ينصره ويشافيه لنا ويعافيه يا ربي. هاد الناس رانا حنا وقفنا، وانا هادي اللي نتكلم عندي الوالدة عيانة، عندي الوالدة مسكينة مريضة، ما كلشي جهد غير جهد مولانا، ولكن حنا جينا هنا تيا رانا واقفين هون عند العمالة هنا تيا واقفين. بغينا هذه الرسالة توصل للسلطة كاملة والله يجازيهم، وحتى حنا يتلفتوا علينا وينصر سيدنا ويشافيه لنا ويخلي لنا السلطة كاملة ونمشوا حنا التعاونية ديالتنا مديكلارية بينا. ولكن هنا تيا هنا في هذا الصندوق ديال جانا الدعم في الشهر الاول، ولكن هذا الشهر التاليين شهر اربعه وخمسه وسته ما عطاونا والو، ما استفدنا من حتى شي حاجه. وحنا بغينا هاد الناس يشوفونا، يشوفونا بواحد العين ديال ناس فقراء، ناس ما عندهم شيء. هادي راهي لا هادي رانا حنا عندنا كنشوف واحد المشيه كبيره والناس ما عندهم، ودريك الناس ما عندهم باش يجوا كنمشوا من اكادير الى تارودان. حنا دريكا وين نحبسنا على على الجائحه ديال كورونا، ما عندنا حتى باش ناكلوا ولا نشربوا. الناس واقفين مساكين، وبغيناكم تشوفونا الله يجازيكم بالخير والله ينصر المالك ويفكوا لنا ويشافيه يا ربي. الحسين بولبرج الكاتب الجهوي لفرع الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي التابعه للاتحاد المغربي للشغل. حنا هنايا مجموعه ديال العمال والعاملات جاو يحتجوا على حرمانهم من استفاده من التعويض عن فقدان الشغل بسبب جائحة كورونا. هاد الناس هادو استفدوا في الشهر ثلاثة، والشهر ربعة ما استفدوش تحرموا، والشهر خمسة ما استفدوش، إلى يومنا هذا ما استفدوش، ما عندهم منين يعيشوا، ما عندهم من الخدمة، ما كاين حتى شي حاجة. وهذا الصندوق مديور الناس اللي وقفوا بسبب كورونا، هادو ساكنين هنا في أكادير وكيمشيو كياخذوا في أولاد تيمة، وما كاينش ترونسبور اللي يديهم، والشركة نقصت العمال ديالها وقفات من الخدمة. إذا بالتالي مولفين الناس تيخدموا حتى لهذا الوقت في العام، وهذا العام وقفوا في شهر ثلاثة، الخرد شهر ثلاثة، وكيطالبوا الجناد اليقظة الاقتصادية باش ترد لهم الاعتبار. وعندنا حوالي 4000 حتى 5000 عامل وعاملة زراعية في المنطقة مضرورين. حنا عرفنا الباترونة ولا الشركات الفلاحية ما مضروراش، ولكن العمال راه مضرورين. إذا بالتالي حنا تنقولوا للمسؤولين بأن يرفعوا الظلم والحيف على هاد الناس، هادو كيخدموا وما كيقدروش يعني يستجبوا للحاجيات ديالهم المعيشيه.